سي عبد الله شو واقع؟ شنو تجمهور كبير ديال الناس؟ شنو واقع؟ شكرا الزميل رشيد، اهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريده عبير مباشره من الدار البيضاء. مره اخرى عيد مبارك سعيد. اليوم كيف ما تشوفوا على الوراء ديالنا كاين واحد العدد كبير، تجمهور كبير ديال الشباب، الشباب اللي عنده واحد الحلم. هاد الشباب الامر اننا جاو من اكادير طنجة، من جميع باقي ما وصلناش لهاد الشيء. هاد الشباب هادو الحلم ديالهم، هاد الشباب ايتيديو، الشباب تلاميذ سالوا الدراسة ديالهم، طلبة نجحوا جاوا باش يدفعوا الموعد باش ياخذوا التأشيرة باش يكملوا الدراسة ديالهم. كاين الناس اللي غادا لإسبانيا وكاينين دول أخرين، هادو شادوا على التلاميذ على الطلبة. الطامة الكبرى اللي تنشوفوا اليوم كاين واحد العدد كبير، واحد الجمهور كبير. كاينين الناس، كاينين الناس جايين من أكادير، كاينين الناس جايين من ورزازات، كاينين الناس جايين من مراكش، كاينين الناس جايين من جميع المدن. الغريب في الأمر هو هاد السيت هذا اللي تيدفعوا فيه هاد الشباب، اللي كل واحد جاي من بدينا، حنا كاملين مغاربة، تيتحل من الوحدة ونص للجوج ونص، يعني تيتبلوكا، تيكون واحد العدد كبير، تيتبلوكا السيستيم. واش 200 ديال البشر ولا 100 ديال البشر، واحد 100 ديال الخلق، واش كامله غادا تدوز في ساعه؟ انا تنتمنى من شي مسؤول يخرج يجاوب على هذا الشيء. انا بغيت شي واحد يخرج ويجي ويعاين ويشوف هذا الشيء. راه عدد كبير ما قدرناش، احتراما للطلبه والطالبات والاباء ديالهم والامهات، ما قدرناش نشدوهم، ما قدرناش نقربوا عليه، نقربوا حداهم. دابا الناس اللي غتاخذ فيزا باش باش تقرا، تخيل معايا اخي باش تدفع، انت في السيستيم مبلوكي عامر من الوحده ونص للجوج ونص ساعه. بزاف بزاف هاد السيستيم، واخا يكون روبو ما غاديش يستحمل كل شيء. يعني خاص مسؤولين يجيو ويريحوا ويحلوا واحد المكاتب، ويكون عندهم واحد التنسيقيه تكون جهويه ومحليه، تكون في جميع المدن، ويعرفوا واش كاين. علاش هاد السيده غتجي وبنتها بيتها في الزنقه، بيتها في الشارع، جايه من اكادير بيتها هنا، جات بالليل ما لقاش فيه اللوطيلات عامرين، ما لقاش فيه تجي. السيد في ورزازات بيتها هو وباه في جرده، تنتمناو من المسؤولين هاد الناس راه ماشي جايه تاخذ الفيزا، هاد الناس هادي كاملين اللي تشوفوا التجمهور، هادو راه غير الموعد، غياخذوا غير الموعد، غياخذ الموعد. علاش اللي ما يدفعش في السيستم بحال جميع البلدان؟ يدفع في السيستم بار ايميل صيفطوا ليه، غتقولوا ليه جي ولا ما تجيش. اليوم راه عندنا هاد العدد، راه كمل هاد العدد، راه ما غنوصلوش ليه. ولكن باش تخليو الناس تجي من كل مدينه وتضرب تماره والعيد ويجيو ويجيو الناس ساكن ويباتوا ما يلقاوش فين يباتوا، ويبقاو هنايا ويبقاو مجرجرين، مع العلم ان كاينين شي ناس دابا راه مساكن ما قدروش يدويو، قالوا لي كاينين سماسيره في هاد الشيء، كاينين سماسيره، فتحتوا الباب للسماسيره، خصنا ندوي مع المسؤولين، فتحتوا باب للسماسيره ولاو تترزقوا الله. علاش هاد الوليدات ماشي طلبه ماشي ولادنا؟ قراو نجحوا، كون لقاو فين يقراو هنا كون بقاو هنا غادي غيخرجوا غيمشيو يكملوا قرايتهم، يتكرفصوا حتى في الموعد، يتكرفصوا في التاشيره، يتكرفصوا في الطريق. لا حول ولا قوه الا بالله، هذا مشكل ديال السلطات الاسبانيه، خاصها تنسق معنا وخاصها تحل، خاصها تحل هاد المشاكل. ما تخليش هاد المواعيد هادو، ما تخليش هاد الشباب هادي يجي يتكرفص هو والوالدين ديالو. تخيل معايا السي رشيد، انت الابن ديالك جيب واحد المعدل مزيان فرحان به العيد هذا، تجي تبقى بيج معاه في الزنقه باش تشد لي موعد، محشومه حشومه. انا والله العظيم الا تنحشم متبع ومشاهدي جريده عبير، غادي يقربكم من الصوره، سي راجل يقربكم من الصوره، بقاو معنا باش تشوفوا واش واقع. حنا راه ماشي ضد شي واحد، حنا تنقلبوا على الحلول، حنا بغينا حلول، حنا بغينا حلول، ما بغيناش الهضره الخاويه والخوه الخاوي. خلينا نقربوا الناس، نقربوا المشهد للناس. كلمه اخيره رسالتي، وهذا نداء للمسؤولين، تنوجه لكم نداء، نزلوا للتيران وشوفوا واش واقع، وشوفوا هاد الناس اللي تعطي المواعيد، وشوفوا هاد الشباب السماسيره اللي غينتشاشروا في في الميدان هذا. السلطه الامن، شوف الدور ديالو، شوف هما خصو يجيبوا امن خاص. شوف شوف الله يرضي عليك، شوف الامن في اي مشكل تتلقاه هو الاول، في اي مشكل كما بغى يكون نوع ديال المشكل تيجيو باش يامنوا، الامن والامان. خويا رشيد هذه رسالتنا للمسؤولين، قرب لهم الصوره باش يشوفوا شحال ديال البشر وشحال من واحد جاي من كل مدينه، وحاولوا تلقاو لنا حلول. كما كتشاهدوا معنا العشرات، قدروا نقولوا المئات ديال الناس اللي جات على امل تاخذ موعد، ولكن هيهات.
حنا معاكم باش نشوفوا الدور اللي كيقوموا به هاد الناس. كتشاهدوا معنا الامن واقف امام البوابه اللي كتدخل. هادشي اللي قلنا واللي كاين باش تشوفوا معنا متابعي ومشاهدي ديالنا. رجال الامن هذا هو الدور ديال رجال الامن باش ما تقولوش بان لا حنا راه مثلا حتى شي واحد ما تنبغيو نطبلوا ليه ولا هذه حقيقه. هانتوما شوف الناس ومواعيد ما عندهاش والامن مسكين تيدير خدمته والشباب مسكين الحلم ديالو كاملين غير باش يمشيو يكملوا الدراسه ديالهم. كيف ما تشوفوا معنا متابعي ومشاهدي ديال ديس عبد هادشي مباشره من المكتب ديال المواعيد المباشر اللي كان معايا من بعد متابعي ومشاهدي جريده عبير تتمناو باش يكون حلول تتمناو باش المسؤولين ينزلوا ويشوفوا واش واقع لان الشيء هذا راه غيتفاقم لان سماسره ولات تتوغل في هذا المواعيد وتيربحوا فلوس بسبب هذه المواعيد. تتمناو باش يلقاو حلول باش يكون حلول صراحه لان كيف ما تشوفوا الشباب هادو راه ايشيديو طلبه الله يسهل عليهم كاملين الله يسر لهم كاملين عندهم كل واحد عنده الحلم ديالو كل واحد تيتمنى باش يمشي يكمل الدراسه ديالو الله يسر للجميع حتى الشباب اللي يكملوا في البلاد تا هما الله يسهل عليهم.